تشهد العاصمة في العشر الأواخر من شهر رمضان حركية كبيرة من قبل المواطنين الذين يقصدون المحلات التجارية من أجل اقتناء ملابس العيد أو التنزه. حركية دفعت بمديرية الأمن الوطني بالعاصمة تنظيم دورية تفقدية لنقاط المراقبة الأمنية في الشوارع والفضاءات خاصة بالأحياء الشعبية على غرار باب الواد وباج الراحة. اليوم قمنا بخرجة ميدانية ليلية على مستوى قطاع اختصاص أمن ولاية الجزائر، أين وقفنا على مختلف التشكيلات الأمنية المقحمة في تأمين المواطنين خلال شهر رمضان. الصابلات وجهة العائلات الجزائرية والسياح هي الأخرى باتت من المناطق التي تعرف تواجدا مكثفا لعناصر الأمن، ما بعث الطمأنينة في نفوس العائلات التي تقضي السهرات إلى غاية ساعات متأخرة من الليل. Et c'est vraiment sécurisé, c'est vraiment impeccable. J'adore venir. كاين فرق كبير. المواطن يقدر يخرج يحوس ليبرومو ماشي كيما بكري. فوالا حنا هوني لا اون لي سرا ميزون توت سول هنا هوني اون سيكوريتي. تحتل العاصمة المركز الأول من حيث الكثافة السكانية في الجزائر. ضف إلى أنها عاصمة البلاد ومقصد العديد من المواطنين من مختلف الولايات سواء للسياحة أو التبضع. وهو ما يضع على عاتق الأمن مسؤولية كبيرة لتأمينها خاصة في المناسبات والأعياد.